يا رودي بصي حبيبتي عايزاك توضبي الاوضه. الراجل من ساعه ما كان موجود فيها وبعد كده ما شفناش وشه وما اعرفش اختفى ده ولا راح فين، والاوضه مكركبه روقيها. بس بصي اوعي تمسكي اي كتاب تقريه، اوعي يا رودي. معلش حطيهم على جنب لكن ما تقريش اي كتاب، ما تقلقيش روقي لي الدنيا. حاضر ارتبك. سلام سلام يا رودي. هو ايه الكتاب ده؟ انا مش شايفه مش شايفه. كان في واحده دي عندها 12 ست. ايه ده انا بقول العكس. لا استاذ عايز اعدي الطريق. اه معلش عدي الطريق. طب ما تقولي لي علامات. تعال تعال علامات علامات. تعال تعال عدي. عايز انت تفرجي بس يا عم. والله العظيم ده الحظ يا عم. انت عايز تجنني؟ هي نفسها ساعد بنتين ازاي في كلمه بكلمه عدت الشارع؟ انت صدقني يا صاحبي. ايوه انت كذاب. يلا ترزاق. يلا ترزاق. ماشي يا بيبو انت ما تصدقنيش طبعا. ماشي انت عايزه مني ايه؟ والنبي انا ما عملتلكيش حاجه. عايزه مني ايه؟ متقلقش انا مش هاذيك، انا بس عايزاك تساعدني في حاجه. هساعدك بيه؟ هقول لك. اوعي تمسكي اي كتاب تقريه، اوعي يا روح. انا مش شايفه مش شايفه. بس ده كل اللي حصل. انا بقى عايزاك تساعدني. هساعدك. ما انا لو قلت لك مش هساعدك هتموتيني. جاهز؟ جاهز. بس قبل اي حاجه انا عايز اقرا الكتاب ده. بلاش بلاش بلاش. قلت لك بلاش.